قبل ما اقولك تعمل ايه مع متحور كورونا الجديد اللي هو إيرس ده، لازم نعرف ليه الفيروسات اصلا بتحور. شوف يا ريس، الفيروسات بتتكاثر بسرعه شديده جدا. خلال دور البرد اللي هو 3 4 ايام ممكن الفيروس ينتج اكتر من 100 تريليون نسخه بناء رسمي، عشان كده لما فيديو يضرب يقول لك اتوينت فايرال. والتكاثر ده بيتطلب نسخ الماده الوراثيه. ليه؟ لان الماده الوراثيه دي او الجينوم هي الشفره اللي لما تترجم تطلع لنا بروتينات وبالتالي فيروس جديد. ازاي بقى يا ريس بنقوم جايبين شريط الماده الوراثيه ده ونقوم ظابطينه في مكنه كده اسمها الرايبوزوم، والرايبوزوم دي بتاعتك انت، ده مصنع البروتين بتاع خليتك انت، لان الفيروس ما عندوش المصنع ده، بيستغل مكانتك انت يا زبون. المهم بندخل شريط الماده الوراثيه من هنا، يطلع لنا بروتينات من الناحيه الثانيه. ببساطه البروتينات دي بقى هي اللي بتبني الشاسيه بتاع الفيروس، وكمان الاكسسوارات اللي بيحطها على سطحه او على جسمه من فوق دي بقى اللي بتساعده يقفش في الانسجه المخاطيه بتاعت مناخيرك وصدرك، ويقتحم الخليه بتاعتك ويتكاثر جواك ويعلم عليك. في حاله الكورونا بقى الماده الوراثيه دي عباره عن شريط فرده واحده اسمه RNA، وده يختلف عن الدي ان اي. الدي ان اي فردتين، وده اللي موجود عند فيروسات ثانيه وعند حضرتك بقى. المهم مع السرعه الشديده بقى في التكاثر بتاعه الفيروس اللي قلنا عليها، فرصه حدوث اخطاء اثناء النسخ وارده جدا، خصوصا لو فرده واحده ار ان اي زي الكورونا، مش فردتين زي الدي ان اي، لان الفردتين يعني واحده بتشيل الثانيه وبتقلل اخطاء النسخ. يا لهوي، غلطه في الماده الوراثيه دي ممكن يكون معناها ترجمه جديده، يعني بروتين جديد، يعني نسخه جديده او متحور جديد. مش الاستاذ محمد صبحي قال لك ايه؟ اشتغل كتير تغلط كتير تترفد. لا احنا اسفين بصراحه يا استاذ محمد، يعني تترفد دي مش اكيد قوي. ليه بقى؟ لان نتيجه الخطا في نسخ الماده الوراثيه ده يا اما يعدي وما نحسش بيه خالص، ما يعملش صفات جديده، يا يطلع لك فيروس اضعف من الاول ويندثر، يا يطلع لك نسخه اشرس واوسخ من اللي قبلها. مع اعتذارنا للاستاذ محمد صبحي تاني. شفت بقى ان دي طبيعه في تكاثر الفيروس؟ يعني في ناس فاكره ان في شخص قاعد هناك في مكتب الماسونيه فرع الطوابق، اسحب لي يا ابني الاتش 1 ان 1 انفلويزا، خش بالخنازير، لا لا هات لي ايبسلون ده، انزل بايرس. ده ما بيحصلش في الكورونا. هو في حاجه اسمها اسلحه بيولوجيه وناس بتلعب بالفيروسات وبتاع، وده اتكلمنا عنه في حلقه جدر القرود، بس هذا لا ينطبق مع الكورونا والانفلونزا. المتحورات الجديده بقى اللي طالعه دي بتتصنف على اساس سرعه الانتشار وشده الاعراض ومقاومتها، يعني هروبها من مناعه الجسم والامصال واللقاحات. ما هو الاكسسوارات والبروتينات اللي موجوده في الفيروس واللي انا كنت عامل التطعيم اصلا عشانها اتغيرت. بيصنفوا المتحورات الى ايه بقى؟ variants of concern VOC، يعني متحورات تقلق وعياها وحش، variants of interest VOI، يعني متحورات زي اهميه ودي ما تقلقش منها حاليا بس يعني باديه تنتشر، وفاريانس اندر مونيتورنج VUM، متحورات تحت المراقبه كانت خطيره واختفت او ربنا هداها او ممكن تقل ادبها قدام. إيرس بقى واي جي 5 متصنف من CDC الاوروبيه ومن منظمه الصحه العالميه على ان هو VOI ذو اهميه. CDC الامريكاني لسه ما صنفوهوش حتى وقت تصوير هذا المقطع، بدون بقى دخول في تفاصيل، يعني لا داعي للقلق من ذو الاهميه ده. بنخاف طبعا بس على كبار السن والامراض المزمنه وامراض الصدر واي حد يعني مناعته ضعيفه، حوامل بقى زارعين اعضاء بياخدوا يعني علاج للسرطان او بياخدوا كورتيزون لفترات طويله، دول بقى يكنوا في البيت شويه وياخدوا الاحتياطات اللي هي كلنا عارفينها دي لحد ما نعرف الكلام على ايه. هسيب لك بقى لينك تعرف بيه اخبار المتحور الجديد بتاع الكورونا ده او اي متحور هيظهر قدام، سواء كورونا ولا انفلونزا ولا غيره. احنا في صراع مستمر مع الكائنات المجهريه، ادخل انت بقى شوف اوف كونسيرن اوف انترست اوف كورس، يعني ايه ما تخليش حد ينظر عليك. ولكن يعني المتحور ده اسمه اي جي، دي علامه مارد، وكمان اسمه إيرس، فما تبقاش عايل إيرس واعمل شير بقى.